أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم ضيفنا رائع غني عن التعريف، أمير البحث شجاع البغدادي. خلونا نرحب فيه بالبداية. أهلا وسهلا فيك أخي أمير. أهلا أهلا شيخ الشباب حبيبي جان، ومنور دائما بوجودك وجود المشاهدين الكرام، وتحياتي لكم وبوسي. تسلم يا طيب، أنا كنت أبعت لك بوسات بدون ما تبوسنا يا أخي، شو ساكن ما بقلبي؟ في محسوب على راسي. طيب رياض أخي رياض، نحن الحلقة الماضية بصراحة يعني تكلمنا أكثر الشيء عن نشأة الحياة ذات نفسها، يعني البكتيريا والقصص هاي فرايدين نحكي من البرمائيات، لما صار السمك صاروا سمكات وطلعوا راسهم من المي وصاروا يشوفوا ريحة ربهم، يشموا ريحة ربهم مثل ما بيقولوا، وبدأت الحيوانات البرمائية هاي تطلع على البر ايه وتحط البيض تبعها بالبر. يعني الطبيعة اخترعت البيض، يعني كان البيض أهم شيء تقريبا في تاريخ الكائنات البرية، خلينا نقول. صحيح مضبوط. فشو بتقدر تقولنا من هالنقطة هاي؟ صحيح كلامك، وبس قبل ما ننتقل للسمك، حتى الناس ما بتعتقد انه على طول صار في هيك يعني كائنات معقدة. في بادئ ذي بدء كان في العصر الكامبري ظهور، وقبل طبعا قبل الكامبري، هل كان في هناك حياة؟ اي نعم كان في هناك حياة، بس هذه كان يسموها وحيدات الخلية. وحيدات الخلية وبتختلف تماما عن الخلايا اللي موجودة اليوم. طب كيف بيعرفوا؟ لأن الخلية بتتحلل وتروح وتنتهي، لكن لحسن الحظ وبشكل أعجوبة في بعض الصخور القديمة جدا اللي موجودة في أستراليا، بالإضافة إلى بالبلد اللي أنا ساكن فيه في كندا نحو الغرب، وجبال الروكي، هاي سلسلة جبال الروكي، هناك كأنها منحوتة في الصخر بقايا. تعرف انت الخلايا لما تتجمع بتعمل لك مثل الطحالب، طحالب، وبيصير لها اسم كمان، بيصير استروماتولايت، اعتقد اسمها بالانجليزي استروماتولايت. هذه انواع من البكتيريا والطحالب هي ما قبل العصر الكامبري. هلا يمكن واحد بده يسألك يقول لك طيب امتى هاي الفترة الزمنية العصر الكامبري؟ هي تحديدا 400 قبل 420 مليون سنة. 420 مليون سنة. فهلا معناته احنا عم نحكي عن فترة ما قبل هيك، فممكن ترجع 500 600 مليون سنة، فترة أقدم بكثير. حتى تشوف كيف انه التطور يبدأ من بدايات بسيطة جدا وتنتقل مع الوقت لتصير معقدة أكثر. أنا لحسن الحظ هذه راح أحاول أقربها من الكاميرا، هذه يسموها ثلاثية الفصوص أو الفص. ما بعرف إذا واضحة ولا مش واضحة، أنت عم بتشوف هون إنه في شيء. هذا بالإنجليزي اللي اسمه ترايلوبايت بالإنجليزي. مش كتير واضحة في الكاميرا أعتقد. يا هذه اسمها ترايلوبايت. الترايلوبايت كائنات بحرية وكانت موجودة بكثرة. وسموها ترايلوبايت، يعني لما تقوم بتشريح الجسم تشوفها مقسمة إلى ثلاثة فصوص، أي بالعربي الثلاثة فصوص. وهذه أيضا من الكائنات اللي كانت موجودة في العصر الكامبري. يمكن تطلع عندك في الكاميرا شكلها وكأنما نحت فنان، كأنما فنان عم ينحت لك إياه، لكن هذه موجودة بكثرة. جاس وير، هذه موجودة بكثرة في المغرب، عندكم يا شباب المغرب روحوا فتشوا عليها. فهذه من الكائنات البحرية، وما كان في كائنات برية أبدا، فكلها ابتدأت في المياه. وفي العصر الكامبري هذا اللي دائما يتكلمون عنها، هي رغم تسميتها بالانفجار، إلا أن هي الفترة الزمنية تغطي لك حوالي عندك 80 مليون سنة، فترة طويلة جدا. طب ليش سموها انفجار
إذا هي هالقد الفترة الزمنية، يعني بالنسبة لإلي ولإلك 80 مليون سنة هي فترة طويلة جدا، لكن بالنسبة للي يدرس الأحياء واللي يدرسون الباليونتولوجي هذه تعتبر بالنسبة لهم فترة بسيطة، لأنه هم متعودين على حقب زمنية أطول من هيك بكثير. ولكن الظروف المناخية اللي كانت متوفرة في هذه الحقبة غير معروفة بالنسبة لدينا اليوم، وطبعا الطقس والمناخ ونسبة الأكسجين تلعب دور كبير في تطور الحياة وتغير الأنواع والفصائل. إذا هذه هي البدايات البسيطة. من بعد ذلك بدأت الأسماك بالظهور، الأسماك يعني بالتطور، ومثل ما تفضل أخونا جان، نوع من أنواع السمك صار برمائي، يعني جهاز التنفس عنده كان، ولحد اليوم موجودة هذه الكائنات لحد اليوم، هذه يسموها المتحجرات على قيد الحياة، أنا يعني ما أعرف ترجمتها العربية، بس بالإنجليزي يسموها the living fossils بالإنجليزي. living fossils، الفوسلز اللي مثل هذه يسموها المستحاثات أو الحفريات، وهذه البعض منها لا زال على قيد الحياة. ف المحاصيات الحية يعني إذا أيوة ترجمناها بالضبط علميا يعني. المستحاثات الحية، صح، المستحاثات الحية. فهذه ليش، هنا سر إنك تفهم معنى التطور. في بعض الناس مفكرين إنه التطور لازم يعني يطرأ التغير على الكائن الحي ويتغير شكله تماما ويتغير، بس مش هذا هو الهدف، أو مش هذا هو الفهم الصحيح لمبدأ التطور. التطور بكل بساطة الكائن الحي يتأقلم ويتكيف مع البيئة لكي تسمح للجينات الوراثية أن تنتقل إلى النسل الجديد. إذا هذا الشرط تحقق وتوفر ما في داعي للتغير، ممكن الكائن الحي يستمر مثل ما هو على نفس الشكل. يعني أنا عندي مثلا سمكة، بس بدي أشوف لك هذه السمكة أخجان، هذه عمرها 250 مليون سنة، لكن لا زالت يعني شكلها لا زال يشبه السمكة، بس حتى نقربها على الميكروفون واضحة إنه شكلها شكل سمكة، هاي يعني الزعانف والجسد والهيكل بس هذه السمكة عمر 20 مليون سنة. لكن إذا هي تؤدي الوظيفة المطلوبة من عندها، الوظيفة أنه هي تتأقلم وتتكيف مع البيئة وتسمح للجينات الوراثية أن تنتقل، إذا لا داعي للتغيير، وإن تغيرت راح يكون مجرد تغيير طفيف. فهذه موجودة وبكثرة، هذه الأنواع من الكائنات موجودة لحد اليوم. سمكة من هذه السمكات كان عندها خياشيم، وفي نفس الوقت كان عندها ما يشبه القفص الصدري، يعني قريبة جدا من النظام التنفس، الهواء الطلق الخارجي. يعني لحد اليوم في كائنات عندها الاثنين، عندها الخياشيم من جهة وعندها أيضا طريقة التنفس بالصدر من جهة أخرى. فهذه كان لها أدفانتج، ما أعرف كيف تترجم أدفانتج، نفع انفاع منافع ممكن نقول ما اشياء من هيك. على كلامك انه الجين اذا ادى وظيفته ما في داعي لتغيره او تطوره. في الكراكادايل شو بيقولوا، التمساح موجود من ايام الديناصورات على مر العصور، ومؤدي وظيفته ما تغير فيه شكل شيء يعني. صحيح، التمساح عندك، السلحفات ايضا، السلحفات قديمة، يوم من الأيام بعض السماكين البحارة في المحيط الهندي وجدوا سمكة في أعماق المحيط أصيبوا بالذهول، لأن البعض منهم كانوا علماء المارينز اللي بيدرسوا حياة المائيات والمارينز، فأصيبوا بالذهول حينما شاهدوا سمكة كان بالاعتقاد أن هذه السمكة انقرضت منذ أيام الديناصورات، ولكن ها هي لا زالت موجودة في المحيط الهندي. وأعتقد إذا أنا اللفظ عندي اللفظ صحيح، اسمها كانو كارث، وكانو كارث على هالوزن، هذا الاسم العلمي للسمكة. فتنظر إلى
السلف القديم اللي من ملايين السنين لهذه السمكة، الأجداد أو السلف المتحجرة، وتقارنها بالسمكة اللي موجودة اليوم، تشوف التغير بسيط جدا، شوية تغير بسيط، لكن عموما هي لا زالت مثل ما هي عليه. فهذه لازم الواحد يخليها بباله، أنه حتى بعض الحشرات أيضا موجودة منذ أيام الديناصورات، الخنفسانة وحتى البعوض موجودة منذ هذيك الأيام. فليس بالضرورة أن الكائن يتغير أو يتحول. متى يحدث التغير؟ إن كانت هنالك ظروف بيئية، إيكولوجي بالإنجليزي، إيكولوجية، هذه الضغوط البيئية المناخية تسبب في حال مثلا الزرافة، يقول لك الزرافة لديها عنق طويل. على أيام داروين كان في هناك شخص اسمه لامارك، فرنسي. لامارك شو كان مفكر؟ لأنه هي ظلت هذا الحيوان يمد بالرقبة أو العنق ويحاول أنه يطول الشجرة، مع الوقت صار عنده ستريتش، وهذا الستريتش تورث إلى النسل. هو كان في هذه يسموه الطريقة اللاماركية، بس الطريقة اللاماركية غير صحيحة وغير علميا خاطئة. من بعد ذلك لأنه ظهر مندل، ومندل غريغوريوس مندل يعني وضع أول مبادئ الجينات، وكيف أنه ما كان أحد يعرف في ذاك الزمن كيف الطفل يطلع شبيه للوالد والوالدة، يأخذ شوية من الوالد وشوية من ما كانوا عارفين الميكانيزم الميكانيك، لحد ما بدأ مندل يتكلم من خلال التجارب على النباتات وبالأخص البازلاء. قال لك إذن هناك وحدات صغيرة جدا، هذه الوحدات اللي احنا اليوم نسميها الجين، الجينات، هي المسببة في أن يكون في هناك مثل لما تلعب ورق تقوم بتمزج الورق مع بعض، هذا المزج يولد لك كائن جديد لكن إلا بعض الشبه من الوالدين الأب والأم. فنفس الشيء، ما بعرف إذا عندك تعليق أخ جان على هالحكي أو شيء. ما عندي تعليق، بس بصراحة يعني نحن بدنا نفتح الخطوط لأصدقائنا يشاركوا معنا، يعني يا ريت تشاركوا معنا الحلقة هاي، وعلى المزج هاي، يعني مثل ما قلت البغل هو مزيج من الحمار والحصان، يعني على نفس الطريقة. نعم هي هذه هنا عندما يقول لك شنو هي الكلمة بالعربي لا ما يقدر يخلف، سترايل، عقيم. لكن هذه انه انت جايب فصيلة وفصيلة دفعة واحدة بوم وتعال خلف، هي لا تعمل الطبيعة هكذا، الطبيعة تعمل تدريجيا. احيانا تشوف نوع من انواع السمك، تتكلم مع الباحث المختص يقول لك هذه المجموعة اللي على اليمين فصيلة من تختلف تماما عن الفصيلة اللي على شمالك، انت بالعين المجردة تنظر اليها تشوفه تقريبا شبه بعض، نفس يعني they look almost the same، في شبه، لكن عند المختص يعرف يميز، يقول لك هذه فصيلة لكن الفترة الزمنية اللي بيناتهم قريبة جدا قريبة، اعطيها كمان 500 مليون سنة لقدام راح يصير التغيرات اكثر واكثر، لدرجة أنك يبطل فيك تميز بيناتهم، حيصير في اختلاف شاسع بيناتهم بالفصيلة بالفصائل. لكن في بداية أول الفرع، أول ما يصير هناك الافتراق بين السلف المشترك وفصيلة ألف وفصيلة باء، تشوف لازال في شبه بيناتهم، لازال في شبه كبير بيناتهم. يعني حتى ذبابة الفواكه أكثر الحشرات اللي يجرون عليها بالمختبرات الدراسة والبحوث هي ذبابة الفواكه. ذبابة الفواكه تفضل. رياض يا ريت هلا ندخل، خلينا ندخل بالعصور اللي صار فيها انقراضات الكبرى، يعني خلينا نقسمها لحتى نوصل لانقراض الديناصور، عشان خلي هالحلقة هي موجودة حتى انقراض الديناصور، يعني خلينا نشوف هالعصور هي الحيوانات اللي مرت فيها كيف صارت
يعني حسب معلوماتنا لأصدقائنا كمان نحن بنكرر إنه نحن منا مختصين ومنا جيولوجيين ومنا يعني بيولوجيين، بس ولكن نحن عم نحكي بشكل أدبي بشكل قصة حتى يعني نستفيد من بعض نعم بقدر الإمكان يعني. صحيح. وأنا على كل حال، على كل حال أخي رياض عم يحكي، أنا رح أفتح السكايب ونستقبل الاتصالات ونتناقش بالموضوع هذا. تفضل أخي رياض. أشكرك. نعم، هي عندي أنا ليست مكتوب فيها المراحل الزمنية المختلفة اللي ظهرت فيها الكائنات، فحتى نختصر يقول لك مثلا قبل 4.6 مليار سنة، ومن بعد ذلك ظهور الخلايا، تكلمنا عن وحيدة الخلية، وثم ظهور قبل 3 مليار سنة التخليق الضوئي الفوتوسينثيسيس عند البكتيريا، وثم من بعد ذلك ظهور الخلايا المعقدة. تشوفون كيف الشيء البسيط ويتوجه نحو التعقيد والتعقد أكثر. قبل 600 مليون سنة ظهور حيوانات بسيطة مثل هذه اللي شفتوها على الكاميرا، ترايلوبايت وغيرها. قبل 500 مليار سنة كان هناك ظهور المفصليات الأرجل يسموها. ثم نصل يعني من بعد العصر الكامبري حتى نقفز قفزة الآن بخصوص السمكة البرمائية، هل هناك، بس حتى سؤالك الأول، نعم هناك سمكة وجدوها هنا في كندا في قريبة من القطب الشمالي. هذه البقايا تخلط بين السمكة من جهة وبين الزواحف من جهة أخرى، يعني نص ونص جاية بين البينين. هذه اللي كانوا يسموها الحلقة المفقودة أو الحلقات المفقودة. فهذه السمكة أطلقوا عليها اسم بلغة السكان الأصليين، تعرفون أنتم الأسكيمو هم السكان الأصليين في المناطق الشمالية اللي قريبة من القطب الشمالي، فبلغتهم سموها تيك تاليك. تقدر تعمل عليها بحث في محرك جوجل، تكتب تيك تاليك، أعتقد هي تي إي كي تي أي أل أي كي، تيك تاليك، وتشوف هي تشبه السمكة يعني بالفعل، يعني ماخذة بين الاثنين، ماخذة من الزواحف شوية وماخذة من السمكة شوية، بحيث ما تعرف تميز هل هي سمكة أو هل هي من الزواحف. هذه بداية ظهور الكائنات، خروجها من الماء وانطلاقها إلى البر وسكن البر. فطبعا من هنا بعدين ظهرت الديناصورات. الديناصورات كلنا نعرفها وموجودة في المتاحف، موجودة في أي متحف طبيعي محترم، تروح تشوف الأنواع المختلفة. أنا كطفل صغير كنت أعشق هذا الديناصور اللي اسمه برونتوسورس. البرونتوسورس هذا رغم الحجم الكبير، يعني تقدر تضع خمس حافلات نقل وهو بعدك ما وصلت إلى الرقبة، رقبة هذا الديناصور. لكن هو كان مع هذه الضخامة، رغم هذه الضخامة، نباتي، يعيش على النبات. بالإضافة إلى البرونتوسورس عندك أيضا التيرانوسورس ريكس. التيرانوسورس هو الأسد الغابة على أيامهم، مثل الأسد، كان عنده أسنان قواطع وعنده إيدين طالع مثل اللي عنده شلل الأطفال نصفي وعنده رجلين طوال، فهو كان شكله غريب، لكن هذا هو التيرانوسورس ريكس. إيه، فأنتوا كلكم عارفين، وستيغوسورس، وهذا اللي كان يطير، التيريداكتيل، أنواع كثيرة جدا من الديناصورات. وكلكم عارفين أنه أصبح هناك كارثة من هذه الكوارث الطبيعية التي تسببت في انقراض الديناصورات. حسب الفرضيات أن هناك نيزك ضخم، كويكبة من هالكويكبات التي ارتطمت على سطح الكرة الأرضية قبل 200 مليون سنة أو 250 مليون سنة، وهاليوم بقايا هذا الارتطام يعني اللي تشوفه أنت في خليج المكسيك، يسموه خليج المكسيك اللي بين الولايات المتحدة والجزر الكاريبي. تفضل أخ جان. رياض، الارتطام هذا الكويكب اللي ارتطم أظن هو قبل 63 مليون سنة، هو قضى على الديناصورات مو قبل مثلا 220 سنة مثل وقتها ظهرت الديناصورات. يعني
الديناصورات هي فترة كم مليون سنة من بعد الديناصورات أصبحت هذه يعني الكارثة ظهرت، الارتطام النيزك. أنا ما أعرف طبعا الرقم بالشكل المضبوط، أنا بس أعطيك تخمين من عندي. لا لا، هو بصراحة وقت انقرضوا الديناصورات، هو الكويكب اللي ارتطم بسواحل المكسيك وجعل الخليج المكسيكي هذا، هو من 63 مليون سنة لما انقرضت الديناصورات وقتها نهائيا يعني. بس نعم، واليوم قبل نعم، تفضل تفضل تفضل. تفضل. بس لا ما في شيء، بس الانقراض اللي صار قبل الديناصورات، اللي كان في حيوانات بشكل اشكال كبيره ضخمه كمان، وهو يعني بوقتها كان صار براكين واشياء من هالقبيل هذا اظن قضت على الحيوانات اللي كانت موجوده، اللي ادت بنتيجه ظهور الديناصورات قبل نعم 220 او 230 نعم مليون سنه. أنت كلامك صحيح ومضبوط، وأنا أيضا تفاجأت أن هنالك 5 مراحل انقراض، وليس أنا كنت مفكر على معلومات البسيطة أن هي كانت مرحلتين فقط من الانقراض، طلع في خمس وانا مثلك خمس صراحة يعني. شيء غريب. هذه يعني محبة الله الفائقة، أن هنالك 5 مراحل من الانقراضات التي تسببت في فقدان 90%، عدد خيالي، عدد كبير جدا، 90% من الكائنات اختفت بسبب هذه المراحل. أول مرحلة يقول لك في الفترة يسموها بالإنجليزي أوردوفيشيان، الأوردوفيشيان بيريد، يقول لك نسبة من خلال دراسة المستحاثات والمتحجرات 60% من الحياة اللي في الماء المائية تم القضاء عليها وانقرضت، 60% من هذه الكائنات البحرية في هذا العصر، هذا ما قبل الديناصورات مثل ما تفضل أخونا جان، يعني هذه قبل الديناصورات كان في هناك فترة انقراض، وهذه أول فترة من الفترة الثانية يقول لك قبل 360 مليون سنة، قبل 360 مليون سنة الآن بنهايات العصر الدوفينيان، الدوفينيان بالإنجليزي، يقول لك شو نسميه احنا هذه مرجان البحر، من خلال دراسة الحياة المائية في مثل اللي موجودة بالبحر الأحمر، المرجان اللي يسموها بالإنجليزي the coral reef، هذه ايضا كانت يعني الكائنات اللي هي بقايا الكائنات التي وجدت من بداية نشأة ظهور الحياة، ما تبقى من هذه الكائنات لهذه الفترة ايضا تم الانقراض. طبعا اسباب الانقراض دائما تكون اسباب مناخية، من جهة تقلبات في المناخ، في بعض الناس مفكرين ان الارض طول عمرها منظرها مثل هذا المنظر، السماء الزرقاء والغيوم البيضاء، لا بالعكس. طبعا كان في هناك يعني انا وانت اذا رجعنا بالزمن الى الوراء حاولنا ان نعيش في هذه الفتره الزمنيه البعيده لن نتمكن من البقاء ولن نتمكن من الاستمرار لان الطقس لا يساعد. على فكره تفضل. اخي رياض، هو يعني نسبه الاكسجين اللي كانت موجوده بأيام الكائنات الكبرى، خلينا نقول الضخمة، كانت أكبر من نسبة الأكسجين الموجودة حاليا، وهو السبب الرئيسي لتضخم الحجم الكائنات هاي بالعصور الفائتة، يعني مثل الديناصورات والكائنات كانت موجودة قبل الديناصورات بالأحجام الكبيرة، هي السبب يرجع أنه كان نسبة الأكسجين موجود بالجو أكثر من هلا، يعني لذلك بتلاقي هلا أكبر حجم مثلا الفيل أو زرافة، ويعني وعلى هالقياس هذا. صحيح كلامك، مضبوط. نسبة الأكسجين، وهذه إحدى الفرضيات، أن بسبب كثرتها ووجودها بشكل أكبر نسبيا من ما هو عليه اليوم، كانت هي المسبب في أن الكائنات اللي موجودة حجمها أكبر بكثير من ما هي عليه اليوم، مثل أنا هذه يسموها بالإنجليزي دراجون فلاي، التنين، حشرة التنين الطائرة، هاي تشوفها بالمستنقعات اللي لها أجنحة كبيرة جدا،
تشبه الذبابة بس طويلة هي. ممم. هذه على أيام الديناصورات كان حجمها ذراع، كان هذا يعني أطول من ذراعك. تخيل تطلع لك حشرة. إحنا هلأ المرة بالبيت إذا طلع لها شوية صرصور أو طلع لها برغوثة تقلب الدنيا، تخليك إلا ما تنام الليل لحد ما تموت الحشرة هذه اللي دخلت البيت. فنشكر داروين إن هي ما كانت على أيام الديناصورات، كان كل حشرة أطول مني. كل يعني بدك تدخل خناقة عندي يعني لا تموت الحشرة، بتعوز مسدس مش نعال، مسدس بتعوز لا تموت الحشرة. عندي بنات صغار بتجيك نحن بنسميه الزنبوط او النحله، بتكون عم بتطير بالغرفه، بابا نحله نحله، بقولها بي 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 بي، لك يا بنتي ايه لا تخافي هي دبانه راح تروح لحالها، لا لا وبتبكي، تعال شيلها طالع عليا، شو انا شغال عندك يعني ولا عند ابوكي؟ صحيح صحيح. انا حتى بنتي بتحب تفتش على هذا بالانجليزي اسمه ليدي بيرد. ليدي بيرد حشره صغيره لونها احمر ومنقط ابيض على ظهرها، نقط بيض على احمر، ما بعرف شو اسمها بالعربي. الليدي بيرد، أظن الدعسوقه، الدعسوقه يمكن. يا طيري يا طيارة، هيك هيك أشياء، أنا ما عم بتذكر اسمها بالعربي بصراحة، هلا نسيتها. مضبوط مضبوط، دعسوقه. انا تعلمتها من افلام رسوم متحركه، نحول وزينه، زينه ونحول. شفنا الحشرات هذه، قلت لها يا بنتي يعني انت لحسن الحظ هلا اذا رجعتك على ايام بتصير الحشره هي اللي بتمسكك وتفتح دراعاتك هيك وتعمل لك حركه بالعكس، يعني لان هي كبيره ضخمه. هذه مثل ما تفضلت نسبه الاكسجين بالاضافه الى اشياء كثيره بالطقس والمناخ يختلف تماما عن ما هي عليه اليوم. هناك ايضا المرحله الثالثه من الانقراض الشاسع، وهذه من يعني كيف استدلوا عليها العلماء؟ استدلوا عليها بفضل علم الجيولوجيا، الباحث الجيولوجي يدرس الصخور، يعني يقدر من خلال الصخور يقول لك هذه الفتره الزمنيه، ويعني يشوف التدرج الزمني من خلال دراسة الصخور. نقدر يعني نشوف هذا الشيء بأعيننا اليوم؟ اي نعم موجود. روح سافر على في أمريكا اسمها ذا جراند كانيون. ذا جراند كانيون ان ذا يو اس اي. هي بقايا ما تبقى من كان هناك مثل البحيرة أو النهر، وطبعا تعرفون عوامل التعرية وعوامل النحت. فنحتت في الصخور كل هذه العصور الزمنية، اليوم لم يبقى منها شيء، فناشفة يعني منطقة ناشفة شبه صحراوية، لكن راح تشوف هذه الصخور وعليها طبقات. هذه الطبقات كل طبقة تمثل فترة 10 مليون سنة مثلا، فتشوف هذه الطبقة هنا ثم طبقة أخرى مغايرة، الرواسب الرملية والرواسب الصخرية تتبدل وتتغير. أنا كنت عايش في الإمارات أخ جان، بالإمارات تروح على اللي يسموه تروح على البر، البر يعني تروح على الصحراء، الصحراء الكثبان الرملية وتشوف بقايا صدف بحري، تسأل حالك على طول من وين إجا هذا الصدف البحري بنص الصحراء؟ معناته شيء أكيد يعني بدون حاجة إلى علم، انه في يوم من الايام كان في هون مي مغطي هالمكان كله، مي بحر، ما بنعرف شو نوع هذا البحر، شو كان، محيط كان، بحيره كان، نهر، ما بنعرف. ف هاي السمكه اللي اكتشفوها ب اخي تفضل. رياض، تعليقا يعني اليوم هلا البترول بتلاقي اغلب الشيء بالمناطق الصحراويه، وكلنا بنعرف البترول هو يعني من الحيوانات والاوراق الشجر المتراكمه عبر الازمان، صارت حتى من طبخ الطبخ مثل ما بوصفوه بالانجليزي بين كوكت، حتى صار البترول الموجود حاليا ولا الغاز ولا كل الفحم الحجري وهالاشياء هي كلها جايه من الاشجار واوراق الاشجار وبقايا الحيوانات هي، يعني امتصت شعاع الشمس هاد وخزنته وعافت لنا اياه لحتى صار بترول وصار طاقه بنقدر نستعملها هلا. ف
فهذا أكبر دليل إنه هالمناطق هي كان كلها غابات شاسعة، يعني مثلا مثل ليبيا كلها صحراء، السعودية والجزيرة العربية هي شبه الجزيرة العربية كلها كانت صح يعني غابات، يعني حتى شوف صح البترول موجود حاليا يعني. صح الحق معك انه وجود هذا البترول والموارد النفطية الطبيعية لدليل واضح قطعي انه في يوم من الايام تعود الى بالزمن الى الوراء، كانت منطقة عامرة بالنباتات والاشجار والكائنات. يعني ابسط مثال هسه بالعراق عندنا، تروح على بقايا الاثار في بابل تشوف نقش لأسود، أنه كانوا أجدادنا في الزمان يقومون بصيد الأسود، يطلع الملك أنا قلت إحنا ما عندنا أسود بالعراق، وين هذه الأسود؟ لكن نعم كانت موجودة في قبل ما تنقرض وقبل ما تختفي من مناطقنا إحنا في بلاد الشام، كان في أسود، وكان في أسود في سوريا وفي فلسطين، كانوا موجودين. بسوريا لكن المشكلة يسعى في أسود. لا بتشوف بالنقش عندك بالآثار ما بقى إيه ولا إيه إيه صح إيه حلوة هذه حلوة منك. كان في، أنا عم بتكلم بالفعل الماضي، يعني انتهى يعني وعلى راح فكرة، يخلص. على فكرة رياض، يعني انه انقراض الأسود، يعني إذا جيت على قسناها بالحقب الزمنية الطويلة، نقول أجدادنا مثلا السومريين ولا غيرهم الآشوريين وهالناس هاي اللي رسمت الأسود، يعني تعتبر فترة قصيرة جدا، يعني كم ألف سنة، فترة قصيرة جدا بالنسبة لحياة الأرض يعني، ونقل هذه الانقراضات هاي يعني. اي ما هو الغرض انه اذا هذه الاشياء المتغيرات ممكن انها تحدث في بضعة الاف السنين، فما بالك عندما نتكلم عن ملايين ملايين السنين. انا حتى نضرب مثل ما عمل داروين في اصل الانواع في كتابه، حتى يضرب لهم مثل على قوة التطور وقدرة التطور على التغيير. يقول لك انت شوف الحمام الزاجل مثلا، كم نوع وكم فصيلة من الحمام الزاجل، انظر الى الكلاب المهجنة، كم نوع من الكلاب استطعنا أن نهجن في هذه الفترة الزمنية البسيطة جدا، فما بالك بالطبيعة وعلى مر ملايين السنين، ماذا تستطيع الطبيعة أن تقدم لنا خلال هذه الفترة الزمنية الطويلة جدا. هذا هو الغرض. حتى ما ننسى احنا تكلمنا المرحلة الثالثة اللي هي الانقراض الذي تسبب في الخلاص من نسبة يقدر 80 إلى 95% من الكائنات. هذه الفترة يسموها the Permian mass extinction. The Permian ما أعرف البرمي، يمكن بالعربي يقول لك العصر البرمي. طبعا الشيء المزعج عندي الكثير من المصطلحات العلمية الأجنبية، بس مجرد أنك تعربها للغة العربية بتصير سخيفة جدا وما تنطق، حتى ما تستطيع أن تنطقها. فلذلك انا افضل دائما ان يعني انطقها باللغه الاصليه، باللغه الام، هي مكتوبه بالانجليزي. فيقول لك the Permian mass extinction، وهذه تسببت في انقراض 80 الى 95% من الكائنات في ذاك الزمن. ثم عندك المرحله الرابعه اللي هي the Triassic mass extinction. هذه نباتات، وتفضل أخ جان بدك تقول شيء. لا، في الأخ خانو بعت لي صورة راح نشوفها سوا، وعم بيقول لي صورة جمجم الديناصور، شوف التصميم الذكي. يعني أنا ما بصراحة التصميم الذكي، أنا ما التصميم الذكي بعرف إنه هذول جماعة الله يعني هذول. بس على كل حال راح نشوف سوا، راح نشوف الصورة وممكن تتعلق عليها، وهناك حيطة انتلجت الديزاين يعني بصراحة. على كل حال راح أخليه الأخ خانو هو يتصل فينا بعد شوي، أخ خانو بعد شوي يتصل فينا أو أنا راح أتصل فيك واشرح لنا بالتفصيل يعني عن موضوع الصورة هاي. راح أشارك الصورة هاي ونشوفها سوا. هاي انتلجنت ديزاين، شو تعليقك عليها أخي رياض؟ عم بقول لي راس ديناصور. إيه، هذا الديناصور كان ماشي وانقلب ما بعرف من فوق الجبل، وقع على راسه ودخل شو اسمه بالجمجمة. ما بعرف صراحة، أنا أول مرة بشوف هذا، هاي الجمجمة أول مرة بشوفها.
طيب بس واضح واضح انه في خلل، لانه داخله بالراس مباشره. هذا شو بنسميه احنا؟ هذا اللي يشبه اللي عند الفيل، الناب. الناب مش لا الناب، ايه الناب. لا، الأخ خالو بعت لي صورة ثانية، راح كمان نشوفها سوا. الأخ خالو يمكن عم يعني ما بعرف خالو حبيبنا، تحياتي لإله. هذا أبو حنة، أي الصورة الثانية اللي بعتها تشبه خالو. إيه؟ هذا إصبع الغوريلا، أها، طب تمام، بالضبط بيشبه بالضبط، فيها بيشبه بصمات. إيه يشبه. أنا بدي أتصل بخانو ويشرح لنا هو بكيفه. خانو، تحية لخانو، هذا صديقنا اسمه أبو حنة معروف. خانو مرحبا، أهلا وسهلا خانو، اشرح لنا لنشوف قصة الصور هاي اللي بعتها. اليوم عندي أحلى صديقين على السكايب، يعني أخوي أبو يوسف رياض وأخوي هلا جان برو. حبيبي حبيبي حبيبي، حياك. برو برو ما برو. بر برو، انا ما بعرف احكي كردي، شو اعمل؟ تعلم كردي يا حبيبي. هاي صوره الجمجمه، انت شايف كيف القرن انه ممتد لحتى دخل براس الديناصور وقتله؟ يعني هذا التطور الطبيعي قتل حاله يعني؟ لا، هذا انه هم جماعه التصميم الذكي، انه في الله خلق هذا الديناصور، اوكي؟ لدرجة انه القرن تاعه طلع بطريقة، هو عنده كان خلل جيني نوعا ما، يبدو هيك. وصل وهو يدخل بجمجمته، قتله قتل بطيء. طيب خليك معنا، ولا في طيب الصورة الثانية هاي، شو بدك تقول فيها يعني؟ الصورة الثانية اللي هو اصبع الانسان واصبع الشمبانزي، اها، هو جدنا او السلف المشترك، مو جدنا، اولاد عمومتنا. طيب انا راح افتح صورة ثالثة وتشرح لنا انت بذاتك شو بتقصد فيها، واشرح لنا فيها قصة الصورة هاي. تفضل. الصورة الثالثة يا صديقي، اللي هي صورة أذن الإنسان وأذن الشمبانزي. إذا أنت أنكرت التفاصيل فأنت تنكر الحقيقة، تنكر الوجود. لا، ما أظن هاي الصورة اللي أنا طالعتها، أظن في صورة تانية بعت لي إياها. بالضبط، هي هي دقيقة واحدة أشاركها. تفضل تفضل، اشرح لنا فيها. هي اصلا شارحه حاله بحالها، يعني عندما تنكر تطابق التفاصيل فانت تنكر انك تبصر. ليش عم بيعموا حالهم هذول المؤلهه عن انه يشوفوا انه القرد في قرود، يا مش قرود، هم شمبانزي يعني، نحكي احنا هو ابناء عمومتنا اللي احنا بنتواصل معهم بنفس الاصل المشترك. اها، يعني انه احنا قرود مشترك بيننا وبينهم، احنا تفرعنا لبني ادمين وهم صاروا لقرود. اللي بدي احكي يعني، اللي بدي احكي انا شغله واحده بس. تفضل. لما يجوا المؤلهه والمؤمنين ويحكوا انه احنا انتم ابناء القرده والخنازير والشغلات هاي، احنا مش ابناء القرده والخنازير، مو قارئين نظريه داروين. طابق مذهل مذهل مذهل. انا لما اروح على حديقه الحيوان، لما اشوف قرد بحس في بيني وبينه مشاعر، بحس انه في انه هو يعني في شيء كثير قريب مني منه. في قرود علموها اللغه، حزن وعندها مشاعر، لغه الاشاره صاروا يحكوها. صحيح. اللي بدي احكيه انه التطور الخلق او الانسان او الهاي، لما تنكر انت بحته، عندنا احافير، احنا في عندنا احافير جدا تثبت تطور، لكن المؤلهه ما عندهم في متحف اسمه سيموشن او ايش، مش عارف شو اسمه بامريكا، فيه 6000 احفوره تثبت تطور، لكن لحد الان المؤلهه لم يعطونا احفوره واحده او خيط يثبت الخلق او التصميم الذكي. يعني يا خانو، يعني جماعة يعني الفلسفة يتفلسفوا على راسنا يعني، مثل ما بقولوا. أسهل شيء إنك أنت تدعي الخرافة،
بالضبط بالضبط بالضبط. انا كان عندي يعني صورة حبيت اشاركها كان كمان. تروح تعمل امتحان مثلا وما كنت مريض صحيح الكذب والخرافة أصعب شيء على الإنسان أخبره، وهي كان بحكيها كمان أخوي رياض، يعني أصعب شيء على الإنسان إنه يجلد ذاته، يواجه نفسه إنه هو إنسان. إحنا أرمن، تعرف شو بيسموا الحيوان والإنسان؟ جنثاني، كائن حي، تطلق على الحيوان والإنسان مع بعض. أكيد أكيد أكيد. الحيوان والإنسان مع بعض، هاي الكلمة تطلق على حيوان الإنسان. إحنا حيوانات، ليش ما نعترف بالشغلة هاي؟ في مش عارف مين هو، أظن طه حسين حكى، نحن حيوانات ضاحكة. يعني اظن في حيوانات غيرنا بتضحك كمان، ما بعرف بالضبط، بس انا اشوف في صور لحمير كمان. كلمة فقط. ليش معناتها احنا حيوانات احنا من ضمن السلسله هاي، صح اخوي رياض ولا حبيبي تعلمت منك؟ حبيبي ابو حنا، اول شيء تحيه وسلام كبير لك، اشتقنا لك وحبيت الكلام اللي كان بيناتنا قبل كم يوم، فتحياتي لك. وطبعا كلامك مضبوط، انت انا نفسي اصابني نفس الشعور لما زرت حديقه الحيوان المره الاولى وشفت الشمبانزي، فصار في بيناتنا يعني تطلع تشوف هذا الكائن امامك وتحس على طول انه في شيء مشترك بيناتنا. يعني لما تشوف عيون الشمبانزي تحسه كانما انسان مصغر، يعني في انسان في داخل هذا الكائن، كانما في هناك نموذج من البشر داخل هذا الحيوان اللي امامك. تشوف اي الرياض تشوف أخوه مباشرة، حتى أعطته سيجارة أكلها. ويتعلم باشياء كثير هذا، يعني كمان ذكي على مستوى الحيوانات، يعني في يعبر عن مشاعره، في يعبر عن الغيره، وعنده كمان غيره وحسد مثل الانسان، عنده غيره من خلال التجارب اللي اجروها. مثلا اضرب لك مثل، شمبانزي عطوه موزه واحده وزميله الشمبانزي عطوه موزتين، راح نجنج انه كيف تعطوه موزتين وانا تعطوني موزه واحده؟ هذا مش عداله، وين العدالة في هاي؟ نشوف انه الشمبانزي عنده نفس هذا الشعور، هذا الشمبانزي عم نحكي مش عن انسان او بني ادمي. وهاي الصور اللي شفتوها، بصمات الايد والاظافر وحتى الهيكل العظمي قريب جدا يشبه الهيكل العظمي اللي عند الانسان، وحتى الاعضاء الداخلية. بس الشيء الاهم من هذا كله أن نحن اليوم لا ننظر إلى الشكل الخارجي فقط، وإنما هنالك دليل أقوى من ذلك، اللي هو المايكرو يسموه يعني الشريط الحمض الوراثي، الدي إن إي أصبح هو الآن دليل آخر بالإضافة إلى الأدلة المرئية المشاهدة أو المعاينة، تشوف شكل الأذن أو تشوف شكل البصمات. لكن الآن عندنا بصمات من نوع ثاني اللي هي بصمات الدي إن إي. أبسط مثال، نحن عندنا طفرة جينية تسببت في أن نحن لكي نستمد الموارد الفيتامينات، فيتامين سي، لازم تأكل الفواكه، تأكل البرتقال وتأكل هذه الفواكه حتى تعوض عن هذا النقص اللي فيك من الفيتامين سي. نفس هذا النقص موجود عند الشمبانزي، هو أيضا عنده نفس هذه الطفرة الجينية اللي تسببت في هذه المشكلة، حيث أنه هو الآخر لازم يأكل فواكه ويأكل مثلنا بالضبط حتى يعوض النقص اللي عنده بالفيتامين. هذا شيء مشترك بيننا وبين الشمبانزي، هذه واحدة من الأدلة الكثيرة اللي موجودة بالعلم الحديث. تفضلوا. أسألك سؤال أخوي رياض، انت تؤمرني امر مش بس تسال. حبيبي سؤال واحد بس فقط لا غير. هلا الحيوانات اللي استطاعت، يعني انا بدي اسالك كاني مؤله اذا سمحت لي، يعني ايه الحيوانات اللي استطاعت انه تنجو من ناتشرال سلكشن زي الاصول هاي المنقرضه، نجت من كل شيء، وصلت لمرحله
وماتت. ليه؟ الانقراض قصدك؟ ما هي الانقراض دائما يكون لها أسباب متنوعة كثيرة، إن لم تكن مثلا اليوم بالأخبار أن إحدى الأسباب التي ساهمت في انقراض الديناصورات وباء ومرض فيروس، ليس فقط الالتطام اللي تم بخلال النيزك أو الكويكبة، ولكن هذه واحدة من الأسباب. عندك الهجرات، عندك الكوارث الطبيعية، مرض الملاريا ومرض الطاعون كاد أن يقضي علينا نحن كبشر. يعني إحنا الإنسان شقد هو الإنسان ذكي وشقد هو الإنسان متطور، تعال ارجع للعصور الوسطى المظلمة في أوروبا، مرض الطاعون الأسود كان راح يقضي على البوبوليشن كلهم يعني نحن كنا مهددين بالخطر يعني كذا مرة كذا مرة. فهذه أكيد يعني ما عم بسمعك اخي، تفضل عيد ما عم بسمع. هي كانت بسبب هي احد اكبر الاخطاء البشريه انه سفينه اتت من الصين وتحمل هذا المرض، في عليها طيران تحمل المرض هذا ونشرته باوروبا. ايه انا بس انت شو السؤال، بس عيد السؤال يعني لساتني مش فاهم عليك. السؤال انه هلا الحيوانات كالاسود مثلا نحكي عنهم اللي كانوا بالعراق وكانوا بسوريا وكانوا بالاردن هاي ايه شيء، لكن وصلت لمرحله وانقرضت. لماذا؟ قال انا بعرف جوابه، لكن احد المؤلفه ساله، وانا كوني ادمن ب 17 مجموعه الحديديه بس بدي انشر لهم جوابك. لا بس انا بالنسبه لي الجواب لابد ان يكون جواب طبيعي. اذا انت يعني قبل أن تقفز إلى جواب سوبر ناتشرال تدخل إلهي، ربما واحد يقول لك حتى البشر ينتشرون وحتى البشر والسكان يتكاثرون في الشرق أو نزول آدم وحواء، فهذا بالنسبة لنا آخر شيء تترك هذا الجواب. خلينا نتوجه إلى جواب طبيعي عقلاني أكثر. الصيد والافتراس والتغيرات المناخية والبيئية بالإضافة إلى تدخل الإنسان في الصيد، كثرة الصيد وكثرة يعني حتى الفيل بأفريقيا من الحيوانات المهددة بالانقراض، الكركدن أو وحيد القرن من الحيوانات المهددة بالانقراض الآن في أفريقيا، وهم عندهم على أساس نسبة كبيرة جدا من الفيلة وهذه الحيوانات لكنها مهددة بالانقراض. الحوت البحري مهدد بالانقراض بسبب تدخل الإنسان. فأنا هذا هو جوابي، الجواب لابد أن يكون مسألة طبيعية وليست مسألة خارقة ما فوق الطبيعي. أنا هذا جوابي راح يكون. يعني مطابق لجوابي تقريبا أنا بالنسبة لهم، لكن أنا هذا المقطع بدي أحطه وأنشر لهم إياه للمجموعات عن طريق قناة جرب الإلحاد. إخواني أنا بس بشكركم كثير يعني، وأنا دائما بستمتع يعني بالأخ رياض يعني لما يحكي. حبيب قلبي انت تسلم. شكرا كثير لك، شكرا كثير لك خانة، شكرا كثير لمشاركتك. طيب رياض، في عندي الاخ احمد كارل عم بيقول طبعا النت ضعيف لا استطيع المشاركه لكن مع ذلك مستمتع بالحلقه، لكن عندي تعقيب على مساله الاسود في العراق او سوريا سابقا. اعتقد في سوء فهم للموضوع لانه الاسود هاي اتت عن طريق الغزو أخميني أي الفارسي على بابل، وفارس أتت بهذه الأسود من بلدان أخرى بسبب غزواتها لباقي دول أخرى، وهو يرمز إلى خضوع الدولة المحتلة إلى الإمبراطورية الفارسية بذلك الوقت. وشكرا. نعم، تحليل منطقي، تحليل جميل جدا. وطبعا هنالك لما تشوف أنت النحت على الجدار مثلا من البابليين أو السومريين أو ما شابه الآشوريين، هناك من هذه الرسمة أهداف سياسية، وليست بالضرورة أن تكون هذه الأهداف طبيعية. أنه يعني أنا مثلا على طول فكرت في البداية أن هنالك أسود، هذه معناته أن هنالك أسود، لكن هنالك أيضا رمز القوة. دائما الأسد يضرب فيه المثل بالقوة والصلابة، وأن هذا الملك الآشوري يقوم بصيد الأسد
يعني الملك الآشوري أقوى من الأسد، الملك الآشوري هو البطل، هو الذي يواجه الأسود. فهذه أيضا messages under cover messages، يعني رسائل غير مباشرة حتى تبين لك صورة سياسية أو صورة أيديولوجية، احنا نسميها الأيديولوجية. هذه أيضا تقدر تعتبرها سبب من الأسباب. يعني مثلا أبو الهول في مصر، أنتم شايفين أبو الهول، يعني هل هناك أسد عند رأس يشبه رأس الإنسان؟ ولكن واضح أن هذه رسالة يريد يبين مدى القوة والعظمة والأبهة للفرعون المصري. ونفس الشيء احنا بالعراق في بابل عندنا الأسد المجنح، وهذا الأسد موجود كان على أيامي في الطوابع العراقية الرسمية، في الطابع البريدي حاطين صورة هذا الأسد البابلي، ولا زال تمثال هذا الأسد موجود. فإيه، أنا أتفق مع الأخ أنه فعلا ليست بالضرورة أن هنالك أسود في الطبيعة، ولكن إلها أهداف سياسية وأيديولوجية شيء أكيد. نعم صحيح. طيب أخي رياض، في عندي الأخ مراكو ولا مراكو لايف، لماذا لم تذكر الديناصورات في الأديان؟ الأديان تعترف أن الإنسان تطور، يعني ما بعرف كيف. لا مذكورة لها وصف في العهد القديم عند اليهود، ولا أذكر الآن، لكن لا يذكر لك ديناصور. هي لفظة ديناصور وجدت اليوم، لفظ حديث، هذا لفظ حديث. لكن كوصف هنالك بعض الكائنات والمخلوقات الغريبة جدا جدا لديها وصف في التوراة، أن الله الذي، يعني لا تسألني الآن في أي سفر وفي أي إصحاح، أنا ما حافظ، لا أحفظ الإصحاح، لكن أقدر بعدين أطلع المصادر. لكن هي ثق أن هي مكتوبة في التوراة أن الله تمكن من القضاء على تنين البحر. وشو كان اسمه تنين البحر هذا؟ اسمه نسيت اسمه، لكن يمكن عل وعسى أحد المشاهدين من المسيحيين يقدر يذكرنا باسم هذا التنين البحري الذي تمكن الله من هزمه وقتله. وعندما تقرأ سفر الرؤيا عندك حيوان عنده ثلاثة رؤوس، وحيوان عنده أربعة قرون وخمسة أعين، وهذه الخيال الواسع طبعا موجود. لكن هناك أيضا وصف لحيوان لديه ذنب، هذا الذنب من خلال الوصف، الذنب يعني الذيل، ذيل هذا الحيوان أكبر من الفيل. فكأنما يقول لك أن هذا كأنما وصف يشبه وصف هذا الحيوان اللي أنا ذكرته في بداية الحلقة، البرونتوسورس، حيوان أطول من حافلة النقل، حافلة الباص. فما نعرف، لكن هناك أوصاف غريبة جدا موجودة في النصوص التوراة العهد القديم عند اليهود. هل هم يقصدون فيها؟ طبعا ما نعرف ماذا هذا. أنا أعتقد هو من الخيال وليس من الواقع، أنا أعتقد أنه هو من خيال المؤلف الذي خط لنا هذه الأسطر. هو ده يتخيل في رأسه مثل التنين اللي موجود في اليابان وفي الصين. هل يعقل أن هنالك تنين يخرج النار؟ أنتم شايفين هذا التنين اللي يطلع نار من حلقه؟ هذا أكيد شيء واضح أنه من خيال الأساطير اللي في آنذاك، في ذاك الزمن. طيب أخي، في عنا كمان شوية تعليقات على اليوتيوب صراحة، خليني بس أصل لليوتيوب. عندي الأخ سيف عم بيقول: لماذا الإنسان يختلف عن بقية الكائنات تطور، لكن هو يختلف عن الحيوانات اختلاف مدهش، لماذا؟ تفضل أخي رياض. هذه هي نقطة الخلاف بين المؤلهة من جهة وبين الملحد أو العقلاني من جهة أخرى. بالنسبة للعقلانيين هي شيء أكيد بالدرجة الأولى، الدماغ، دماغ الإنسان المعقد، ونحن الكائنات الوحيدة على سطح المعمورة نمتلك مثل هذا الجهاز المعقد في رؤوسنا. بعض الناس يخلط عليهم الأمر أن هي مسألة الحجم، فعندما تنظر إلى حجم دماغ الدولفين، الدولفين دماغه أكبر من دماغنا بالحجم.
لكن هي ليست بالحجم، هي في هذه كيف احنا نقول باللهجة الدارجة التسليك، كيف انه هذا الدماغ مسلك من جوا. وطبعا الدراسات جارية لحد اليوم، لا يوجد جواب نهائي. أكبر الفروع التي تدرس الدماغ هي النيورو ساينس، نيورولوجي، نيورو ساينس، يقومون بدراسة الدماغ. وطبعا هنالك أيضا عثرات أمامهم، لأنه لا تستطيع أن تدرس الدماغ عند الميت، تحتاج أنك تدرس الدماغ عند الإنسان الحي. طبعا الإنسان الحي أنت محدود، ما تقدر تفتح رأسه مثلا وتدخل في الدماغ وتسوي أشياء، هذه كلها تسبب مشاكل وتسبب أمراض وتسبب شلل وتسبب، فما تقدر. فلذلك هم مقيدين في كم متاح لهم مجال وكم متاح لهم الفرصة لكي يدرسوا الدماغ. هذه بالنسبة لأننا نحن. بالنسبة للمؤلهة، شيء أكيد راح يقول لك أن الإنسان عنده روح أو الإنسان عنده نفس. فهنا المغالطة، أنه وين النفس وكيف تفسر الروح وليش الروح مقيدة بهذا الجسد. وهنا دخلنا في نقاش يعني من هنا لمئة سنة ومئتين سنة ولن تنتهي. هذا اعتقادي. بالضبط بالضبط أخي رياض، يعني بصراحة في مسألة، يعني حجم الدماغ مو شرط إذا كل ما كبر يعني يكون أفضل، لأنه كثير من العلماء في نظرية بيقولوا أنه إذا كبر أكثر من هيك حجم الدماغ البشري خلينا نقول، ففي بيصير صعوبة في التواصل بين خليات الدماغ للأوامر. يعني نحن هلا صار دماغنا وصل لمرحلة البرفكت مثل ما بقولوا، الشيء كيف بيقولوا البرفكت بالعربي، ممتاز، الممتاز، جاي. المطلوب، يعني هذا المطلوب إذا كبر أكبر من هيك فبيصير صعوبة بالتواصل بين الخلايا، يعني أعطاء الأوامر نعم. ولذلك إذا بتفسر مثلا حجم دماغ الدلفين مثلا أكبر من حجم دماغ الإنسان، نعم، فالذكاء مو شرط يكون بحجم أكبر، ما هو شرط. وحتى عندك النياندرثال، ما تنسوا النياندرثال، هذا الإنسان الذي سبق الإنسان الحديث الهومو سيبين، عندك الهومو نياندرثالس، ومن خلال دراسة حجم الجمجمة كان مخ النياندرثال أكبر بالحجم من مخ الإنسان الحديث. لكن من خلال دراسة الأدوات، أبسط شيء أدوات الصيد، تشوف أن التكنولوجيا عند الهومو سيبين أفضل بكثير من التكنولوجيا اللي عند النياندرثالس. فإذا هنا دليل من الأدلة أن الحجم ليس هو السر بالموضوع، وإنما السر في، وهناك طبعا جين، لا تنسون أن هناك اكتشاف لبعض الجينات الوراثية التي لها علاقة مباشرة في مناطق الدماغ والتسليك. احنا تكلمنا عن التسليك، يعني هذه الإشارات الكهربائية المعقدة سينابتيك فايرينج تختلف عن الشمبانزي. هذا الجين لو كان موجود عند الشمبانزي، ربما حتى الشمبانزي راح يكون باستطاعته ان يفكر. هناك تجارب، رغم ان هذه التجارب مقيده بسبب الاثكس والموراليتي والقيود الثقافيه في البلد، لكن هناك تجارب لا اقول ناجحه ولكن شبه ناجحه، انتجت لنا نوع من الشمبانزي ذكي، شمبانزي يتصرف تصرف قريب جدا من تصرفات الإنسان. وهذه عليها أفلام وثائقية، وأغلب هذه الأفلام الوثائقية ممنوعة منعا باتا من الدول العربية، وأنت قس على ذلك. للأسف الشديد أخي رياض، للأسف الشديد أصدقائي، أنا في عاب صراحة كان عندي صورة للحويني وقرد مع بعض ميكس، كنت حابب أعرض هالصورة هاي بكل صدق، يعني حاولت، عم بفتش بالفيسبوك عندي، حاولت بس ما عرفت وين صار. إذا في حدا عنده الصورة خانه أو غيره، يا ريت تبعتوا لي الصورة مشان أعرضها. على كلنا في عندي تعليق على اليوتيوب كمان، تعليق بصراحة مو واحد، يعني الأخ محمد كيلي عم بيقول: أخي جان، إيه رأيك في تفسير عدنان إبراهيم بأن التطور يشير إليه القرآن،
وأحاديث النبي مثل قبل آدم ألف آدم، وإيه رأيك بأسلوب عدنان إبراهيم في التدريس؟ تفضل أخي رياض. سؤال لك، أنا أطول منك. عدنان إبراهيم في غنى عن التعريف، أنه هو مقيد، الرجل هذا مقيد في زاوية، وضع هو 30 حلقة حتى يبين أنه يا جماعة يا أمة محمد عليكم بالركب الحضاري، ترى أنتم كثيرا متخلفين، لا نستطيع الاستمرار في محاربة حقيقة النظرية، نظرية داروين والتطور، حقيقة لا أحد يستطيع أن ينكرها. وانضم إليه أيضا عمر شريف، ولحد ما انضم إليهم فاضل سليمان. طيب، فقال لك هو وضع لك 30 حلقة، أوكي، نظرية التطور حقيقية، لكن الآن أصبح عنده الدور الصعب جدا. ما هو هذا الدور الصعب؟ عليه أن يوفق بين الإيمان والنصوص الدينية من جهة، وبين النظرية العلمية. زين، هو أوردي سهل على نفسه 60% من الطريق. ليش؟ لأنه أنكر صحيح البخاري وأنكر صحيح مسلم على مزاجه هو. شايف الشخص اللي يدخل السوبر ماركت ويقول لك نقي واستحلي، نقي واستحلي، أريد شوية عنب، لا ما أريد برتقال، لا أريد شوية لحمة، لا بلاش لحمة، رح ناخذ سبانخ. هذا اللي عم بيعمله هو بالضبط، نقي واستحلي. فبالإضافة إلى التحوير، يعني التفاسير، ارجع إلى تفسير الطبري، ارجع إلى تفسير ابن كثير، ارجع إلى تفسير الجلالين، راح تشوف أن عدنان إبراهيم يختلف عنهم جميعا. فجأة نزل عليه الوحي، أصبح هو اليوم، فهو بالإنجليزي he's trying to make ends meet. He's trying to make ends meet، يعني ده يحاول يختصر الطريق ويجيب البراهين حتى يختلق من عنده أشياء حتى يعملها صورة مقبولة نسبيا، مقبولة نسبيا عند الشاب اللي غير مطلع، الشاب اللي غير مثقف، الشاب اللي ما يعرف راسه من رجليه، يمشي عليه هذا الكلام على قولة المصريين، يأخذ بعالي حلاوة ويأخذك كده أونطة ويأخذك للبحر عطشان ويراجعك عطشان. يعني هذا ينطبق عليه المثل. فآدم من يستطيع أن ينكر قبل الإسلام؟ آدم مذكور في النصوص الأصلية عند اليهود، مخلوق خلقا مباشرا، ليس تطور وليس ارتقاء، مخلوق خلقا غصبا عليهم، هكذا مكتوبة بالأسود وبالأبيض. بعدين حتى في الإسلاميات احنا كنا عارفين آدم وين كان موجود؟ موجود في الجنة. طبعا ما في شيء اسمه جنة في الجيولوجيا، ما في شيء اسمه جنة في التطور والارتقاء الطبيعي، مستحيل. أنه أيضا كان نايم وأخذ ضلع من ضلع آدم وخلق منها حواء. طيب هذه وين؟ ونظرية التطور وين؟ كيف أنت راح تجي توفق بيناتهم؟ إذن هو يحاول أن يتسلق جبل أفرست من الصعوبة، جبل أفرست. إحنا يا سيدي من لا أنت اختصرنا الطريق، قلنا هذه الأشياء كلها خرافات وأساطير، سيبك منه، خلينا نعترف بالأمر الواقع، وهذا هو الأمر. هذا شوفوا، هذا هو الأمر الواقع، لا أحد يستطيع أن ينكر الأمر الواقع، لا في آدم ولا في حواء ولا في بطيخ. That's it. بالضبط بالضبط. يعني أنا رأيي عدنان إبراهيم مدلس ودجال، يعني بدل ما يواجه الحقيقة يلف ويدور كما عادة الإخوان المسلمين، لف ودوران لف ودوران لف ودوران إلى لا نهاية وبدون أي نتيجة، وعلى مثل ما بقولوا بدون أي سند استندوا إليك دليل علمي، يعني نهائيا بس قال 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 عن 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 وهالحكي الفاضي اللي بنعرفه. فهو دجال ولا أكثر، يعني لا أضيف أكثر من دجال، لأنه بيعرف الحقيقة وقارئ النظرية التطور، ومع ذلك يحاول يلتف عليها ويجيبها من هون عشان تطابق إيمانه، ويضحك على هالناس هاي ويبيع محاضرات ويساوي مصاري. هاي هي أسوأ الدجال عدنان إبراهيم. يعني صحيح كلامك، أظن صوتي إلى، بس قبل ما أنسى، احنا للتو تكلمنا عن 5 مراحل من الانقراض،
وعدنان إبراهيم يريد يقنعك أن الله هو الذي يوجه دفة التطور وعجلة التطور. إذن يا الله، يا غفور، يا رحيم، يا محب، يا عادل، ليش قضيت على كل هذه العالم من الكائنات الحية المسكينة؟ ليش أنت هذه الطفرات الجينية منعتني من أكل الفواكه حتى يصير عندي فيتامين سي ومثل المرض اللي موجود عند الشمبانزي؟ ليش خليت الأسلاك في استلام البصر في العين الشبكية نحو الأمام من البؤر وليس نحو الخلف؟ هذه الطفرات الجينية التي تسببت في الأمراض وتسببت في الانقراض، هذا هو اللي قاعد يمشي، هذا هو اللي قاعد. إذا معناته أنت، إذا على حسب هذا الكلام، الله شرير، لماذا تعبدون إلها شريرا؟ أخي رياض، هو إله حمار. يعني حمار صنع كمبيوتر وما بيعرف يتعامل معه. أي هالإله هذا؟ لا، أنا لا أزيد عنه يعني عليه بأي كلمة. طيب، في عنا سؤال. عبد اللطيف، أظن عبد اللطيف، بيقول كيف نشأت الخلية الأولى؟ أظن يعني حكينا بالخلية الأولى، ما بعرف إذا عندك أي إضافة أخي رياض. الخلية الأولى، هنالك ثلاثة فرضيات علمية، بس أنا راح أعطيك كتاب، هذا الكتاب راح يفيدك، هذا الكتاب راح يفيد الكل. هذا المؤلف اسمه جاك سوستاك وديفيد ديمر. ديفيد ديمر وجاك سوستاك اثنان من أكثر الأثوريتي، يعني من أكثر المتخصصين اليوم في هذا المجال، ووضعوا كتاب اسم الكتاب The Origin of Life. ده تشوفون هذا اسم المؤلف، خلينا نقربه من الكاميرا. ف The Origin of Life كتاب جميل جدا، يشرح فيها كل الفرضيات العلمية اللي موجودة اليوم. هذه الصورة صورة الخلية، هذه الصورة هي صورة الخلية، يشرح لك على قولة المصريين من طقطق لسلام عليكم كيف بدأت كل هذه المسائل. أبسط مثال من هذه الأمثلة أعطيك فرضيتين على السريع. فرضية التبلور الكريستال في البلورات الطين، وهنالك ايضا البام سبيرميا. بام سبيرميا اي ظهور المكونات الاساسيه والبروتينات على صخور النيازك، فهذه النيازك بدل ان تكون رجوما للشياطين كانت هنالك بذره من بذور الحياه التي ساعدت، ربما ساعدت على نشاه الحياه ونشاه اول الخلايا. فكانت الخليه الاولى تختلف تماما عن الخليه التي تراها اليوم. الخليه التي تشوفها أنت اليوم معقدة عشرات الأضعاف عن الخلية الأولى في بداية النشأة. هذا هو الجواب. طيب، في عندي كمان أظن بعض المداخلات. في الأخ تامر عم بيقول على ما أعتقد الكون أزلي ولا يمكن أن يتغير، بل يمكن أن يتطور ويتطور إلى ما لا نهاية. بالنسبة للديانات، ليس من القديم القديم ولا شيء جديد يعود لها، الخرافات أسطورية انتشرت عبر العصور. نعم، هذا المؤلف اللي هو لي ستروبو، سوري لي سمولن، تايم ريبورن بالعربي، الوقت المولود المتجدد، الزمن المتجدد. فهو أيضا يضع فرضية علمية أنه التطور، القوانين الفيزيائية في حال التطور، أن الكون متغير، أنه ليست بالضرورة أن يكون هذا الكون هو بداية ما نراه من كون، ربما كانت هناك سلسلة من الأكوان. عالم فيزيائي مؤيد أيضا هو اسمه روجر بنروز، وروجر بنروز معروف، هذا صديق لستيفن هوكن. وستيفن هوكن وروجر بنروز في 1984-85 هم الذين وضعوا فكرة السنجولاريتي، أي رجوع الكون إلى بداية هذه الحباية اللي احنا نسميها الحبيبة،
السنجولاريتي. هذا نفس الشخص يقول لك أن هنالك ربما تسلسل أكوان، كون ينتهي يتقلص إلى حبيبة ويرجع ينفجر كون جديد، يعني بيج بانج افتر بيج بانج افتر بيج بانج افتر بيج بانج. فهذه ممكنة، ممكنة جدا. تفضل أخ جان. وحتى تعقيبا على حكيته أنت أخي رياض، يعني في نظرية بتقول الله كل ثقب أسود موجود في الكون هو عبارة عن كون آخر. يعني صح. لما عم بيصير ثقب أسود تختفي هلا الطاقة هاي كلها تختفي من الكون، بتروح بتولد كون آخر، ونحن صح. كون بذات الشكل يعني تكون، يعني البيج بانج أصلا هو ثقب أسود من كون آخر طلع فيه. صح. وهذا صح. تفضل. لا تفضل حبيبي. تفضل. آسف. أنا خلصت يعني أنا الفكرة كنت بس دي أقولها يعني. صحيح. هو هذا الكتاب قبل قليل الباحث الفيزيائي اللي اسمه لي سمولن يستخدم فرضية الثقوب السوداء. يعني هو يقول إنه أفضل من أجمل الفرضيات إذا أنت تمكنت من القياس أو تمكنت من المعاينة. هو يريد يعملها منهج علمي، يعني مش بس مجرد كلام. في كثير من يعني للأسف تقرأ مقالات لكن هي كلام. أما بالنسبة للثقوب السوداء فهذه يمكن دراستها، يمكن دراستها. وهو يضع فرضية، هنا عليك أن تتبحر أكثر وعليك أن تتعمق أكثر في هذه القراءات في الكوزمولوجي. وتحية للكوزمولوجيكال كونسيتانت. يا جدع الكوزمولوجيكال كونسيتانت يا أخي. إيه. تفضل أخ جان. أنا بدي بصراحة في الأخت ديانا حاطة سؤال، وهو رغم أنه مو من ضمن الحلقة بس رح أقرأه يعني، ويا ريت تجاوب أنا بجاوب بعدك. كيف يمكن تصور الحياة وسلوك البشر بعد خروج الناس من الدين أفواجا؟ وما هو البديل للتفكير بعيدا عن الدين؟ وهل يمكن أن ترقى البشرية إلى مفهوم السلام بدون حروب؟ تفضل. يعني هي قصدها أنه لما تطلع الناس من الدين شو اللي بده يربطها، وشو اللي ممكن سلام بدون الأديان يعني؟ نعم، هو أبسط شيء القوانين الوضعية اللي موجودة في دول مثل كندا وبريطانيا. عندما كنت أمشي في الشارع وهنالك قوميات كثيرة وألوان كثيرة والديانات متنوعة، رغم ذلك كلنا تمكننا من أن نعيش مع بعض بسلام وبدون أن يتعدى أحدنا على حقوق الآخر. لكن هذه الدستور، دستور البلد مثل دستور السويد أو ألمانيا أو دستور بريطانيا أو دستور الولايات المتحدة أو كندا، هي ليست دستور من الكتاب المقدس، هو يعني ليس دستورا من القرآن، وإنما هو دستور من الإنسانية. ولحد اليوم في الأمم المتحدة هناك الوثائق أو الوثيقة الإنسانية humanitarian، فهذه فيها بنود، وهذه البنود هي نحو الارتقاء، نحو السلام، نحو المعايشة والمسالمة مع الآخرين، نحو العلوم، نحو الثقافة. وهذا أنا أتوقع ربما لن أشاهدها في أكيد لن أشاهدها في حياتي ولا حتى في حياة أولادي، لكن مستقبلا نتوقع وجود سوسايتي، مجتمع متحضر جدا ومتقدم جدا. يضرب فيه المثل أنه ربما تكون الأديان لا أقول منعدمة ولكن شبه منعدمة، ولكنهم يعيشون حسب هذه المبادئ والقيم الإنسانية التي يعني الحروب لا أعلم إن كانت الحروب سوف تنتهي تماما، ولا أعلم إن كان سيكون هناك تدخل في الهندسة الوراثية. الآن هي ممنوعة، لكن مستقبلا إن أمكن أن يتدخل العلماء في صياغة الجينات الوراثية بحيث أنه يستأصل الخبيث، لأنه حتى السلوك البشري اليوم أصبح فيه علاقة بين الDNA والشريط الوراثي من جهة وسلوكك أنت أيضا. ليش هذا الإنسان دائما تصرفاته تصرفات أحمق
أو هذا التصرفات ذكي أو هذا التصرفات مجرم. في هناك علاقة بين التصرفات والسلوك وبين التشريح الفيسيولوجي والدي ان اي عند الإنسان أيضا. فهذه ربما لها اسم بالإنجليزي ما أعرف اللي هي engineering development something like that. Genetic engineering. Genetic engineering. تفضل. بصراحة يعني أنا عندي كمان هون تعليق يعني أنا أخالفك تماماً مو تماماً ولكن النظرة التفاؤلية اللي عندي بصراحة يعني متفائلة جداً. ما بعرف يعني الحروب رح تخلص، هي سبب أصلاً سبب الاختلافات هاي الديانات وهالمسائل هاي هي من جزء من التاريخ الإنساني، ولكن بهالقرن هذا أنا أظنها راح تكون بحياتك مو لحياة أولادك كمان أخي رياض، إنه السلام راح يعم. المشكلة اللي صاير هلأ صاير الثورة المعلوماتية اللي عم تجمع الناس اللي عم توحد الثقافات. أي. الإنسان بحاجة للسلام أكثر من بحاجته للحروب. يعني بمعنى الحروب اللي عم يستفيدوا منها التجار الكبار الأغنياء عم يستفيدوا من هالحروب هاي، ولكن وصلت الإنسانية لمرحلة إنه تستفيد من السلام الأغنياء نفسهم، من الأغنياء يستفيدوا من السلام أكثر من الحروب. يعني مثلا شركات الأسلحة شقد بتبيع، شقد من باعت، إذا ساوت شركة موبايل بتبيع أكثر، إذا ساوت شركة السيارات بتبيع أكثر. فالحاجة للسلام صار أكثر من الحاجة للحروب بالنسبة للأغنياء. يعني الأغنياء هن اللي يستعملوا الدين ويستعملوا كل هالأشياء هاي. توحد الثقافات جاي. يعني اليوم أنا بأكل ماكدونالدز وأنت بكندا بتأكل ماكدونالدز واللي بأفريقيا بيأكل ماكدونالدز. أنا صرت ألبس البنطلون واللي بالهند صار يلبس البنطلون والمكسيك صار يلبس البنطلون. فيعني هالثقافات هي عم تتوحد شوي. الانترنت الشيء اللي عم بيساويه شيء عظيم، يعني خصوصا هلا دوره كتير كبير في كشف الأديان. الناس صارت تطلع من دين الله أفواجها، وأهم الشيء للسلام ونبتعد عن الحروب هي إنه نطلع من دين الله أفواجها، وهذا اللي عم بيصير. فبعد 100 سنة أظن، يعني أنا متأكد مثل ما قال ميشيو كاكو إنه الثقافات عم تتوحد. اليوم ما في حدا ما بيعرف مادونا مثلا المطرب الأمريكية، ما في حدا ما بيعرف مايكل جاكسون في كل بقاع الأرض. بس أكيد ما في حدا، أغلب الناس ما بتعرف مين عبد الحليم حافظ يعني. صح. الثقافة الإنجليزية هي عم تطغى على يعني تطغى على المشهد، وشئنا أن أبينا يعني شئنا أبينا الثقافة الإنسانية كلها عم تتوحد. مسألة الديانات هي عم تتقهقه وتروح، وأظن هل من هون لعشرين 30 40 50 سنة بالكثير ما راح يتم شيء اسمه دين أصلا. يعني لأنه الإنسان كائن واعي، الإنسان ممكن يفكر ممكن يتغير. التغيرات اللي صارت هو الإنسان اللي سواها، يعني من عصر الصيد لعصر الزراعة، من العصر الحجري لعصر الصيد، يعني كل هالأشياء هاي الإنسان هو اللي سواها، الإنسان هو اللي سوا هالديانات. فنحن في عصر التغير هلأ بهالمئة سنة هاي، في عصر التغير والسلام جاي لا محال، مطلب إنساني. وبالنسبة لأنه الأخ رياض عم بيقول إنه الجينيتك انجينيرينج إنه يغيروا طبيعة الإنسان، صدقني أنا بصراحة يعني ما بعرف، ما بأيد هالفكرة هاي، لأنه الإنسان طبيعته حسب البيئة الموجود فيها. يعني اليوم أنا لو أي إنسان طفل يتربى في جو سلام ومتوفر له كل شيء، كما راحت العلم راح يوفر كل شيء للإنسان القادم، يعني بالسنوات القادمة راح يوفر له السلام والأكل الطيب والملبس والمسكن وكل هالأشياء. ما في داعي للجريمة، يعني ربي أي طفل على السلام بتعود على السلام. ما أظن بده جينيتك انجينيرينج يعني حتى يعني تغير من سلوك الإنسان. سلوك الإنسان حسب البيئة المولود فيها، يعني مثل ما بقولوا الحاجة أم الاختراع.
إذا في حاجة أكون مجرم رح أكون مجرم، إذا ما في حاجة أكون مجرم ما رح أكون مجرم. يعني أنا هذا رأيي. أنا متفق معك وأضم صوتي إلى صوتك. بالنسبة للجيناتيك إنجينيرينج هذه ربما يتركونها لبعض الفئة البسيطة من الشرائح في المجتمع للإصلاح، لكن الغالبية العظمى السلاح الأول هي الثقافة، السلاح الأول هي التربية. أنت تشوف دائما بالأفلام الخيالية العلمية مثل ستار تريك، كابتن جون لوك باكارد، تشوف أنه قبل أن ينطلقوا إلى الفضاء لكي يستكشفوا ما هنالك من عوالم في الفضاء وحدوا أنفسهم أولا، شالوا الحدود، بطل في جوازات سفر، بطل في فيز، يعني بطل فيه حتى أنه أنا عراقي، أنت سوري، أنت مصري، أنت لا 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 لا، صارت كلها إنسانية واحدة. نحن ننتمي إلى، بدل ما تقول وطن نقول ننتمي إلى هذه الكرة الأرضية أمنا، هذه الكرة الأرضية هي أمي وأمك. فراح يحاولون أنهم يقضوا على التلوث اللي موجود وهذه الغازات السامة المنبعثة، ويطورون التكنولوجيا ويصير يعني دولة، ما حتى ليست دولة وإنما فيدريشن، انترناشنال فيدريشن يونايتد، يونايتد يعني موحدين، على فكرة يعني نفس نمط الأمم المتحدة بس بشكل مفعل، بشكل حقيقي، بشكل أصلي. والتربية، أنت ايش راح تعلم الأولاد بالمدارس من سن 5 سنين، 6 سنين، 7 سنين، 8 سنين؟ إذا علمتهم مضبوط اتأكد أن هذول راح يطلعوا شباب ومثقفين، يعني تقدر تعتمد عليهم لكي يحققوا الحلم. هذا هو الحلم، وممكن نعم هذا أيضا فيها تفاؤل. بالضبط، يعني نحن شايفين المناهج الدراسية هلا مثل بريطانيا، مثل هالدول المتقدمة، السويد، النرويج، يعني الطفل بيطلع أغلب الناس بسطاء ومحبين. أنت شايف يعني عندك، أنت عايش بكندا وعايش ببريطانيا، يعني أغلب الناس محبين لأنه المناهج الدراسية بالأساس ما بتعلموا الأشياء، المنهج الشرير خلينا نقول. يعني لما الطفل بيخطئ فورا بيعتذر، والضحكة على طول بوشه، ما بتفارق وشه يعني. الإنسان تخيل أنت، تخيل إذا الفلسطيني رمى السلاح والإسرائيلي المتشدد رمى السلاح وشافوا حاله، هم فعلا أولاد عم. يعني فعلا لما تأخذ عينة من الفلسطيني والإسرائيلي تشوفهم هم أكثر البشر المتقاربين على بعض من كل البشر اللي في العالم، يعني في قرابة بيناتهم. بطل في شيء اسمه يهودية، وبطل في شيء اسمه إسلام، وبطل في شيء اسمه جهاد، وجهاد الطلب والنكاح وهاي الأشياء كلها بطلوها، والسبايا راح تصير، وهذه الثقافة اللي تفضلت فيها لعمر 6 سنين، 7 سنين، 8 سنين، تصير في بيناتهم تآخي ومحبة، ويصير الفلسطين للكل مش بس للفلسطيني ولليهودي. هذه المشاكل اللي عم نشوفها بالأخبار راح تختفي مع الوقت، راح تتلاشى مع الوقت، راح يبطل في شيء اسمه حزب الله وحماس والإخوان المسلمين وحزب الله، هذه كلها راح تروح مع الوقت، كلها تتلاشى وتختفي. بالضبط بالضبط. طب في عندي في فري مانكي عم بيقول، هل تتوقع حرب بين الدينيين والملحدين؟ حرب ثقافية وليست حرب بالسلاح، والحرب الثقافية نحن جنودها ونحن لازلنا فيها ونحن مستمرون إلى النهاية رغم الصعاب، لكنها حرب ثقافية وليست حرب الفيزيكال، it's non-physical، هي حرب من باب المحبة. أنا أريد مصلحتك وأنا مش مجبور أن أجي وأجلس، ولا الأخ جان، وحتى الأخ جان يعني إحنا نقول أخطأ، معرض حياته هو للخطر، وهو رب أسرة ومتزوج، وأنا أيضا متزوج وأنا أيضا عندي أسرة، بس هذه كلها محبة فيكم، إحنا نحب أوطاننا ونحب البشر اللي إحنا ثقافاتنا، ونحاول نساعدكم بهاللي موجود بهاللي عندنا. فهي حرب مودة وحرب أخوة وليست بغضاء أو كراهية أو من هذا اللي ما يخطر على بالكم، ليس صحيح. ولا شو رأيك أخويا جان؟ بالضبط، أنا معك أخي رياض، بس المشكلة الحرب، حرب المودة والمحبة من طرف واحد، يعني حب من طرف واحد مثل ما بقولوا، نحن نحاربهم بالقلم والكلمة بالكلمة، وهن يحاربونا بتعرف انت يعني بالحقد والكراهية
والإنكار والنفي والقتل وكل الأشياء اللي بنعرفها يعني للأسف الشديد. والدليل على ذلك أخونا الشهيد عمر الشاب البطل من اليمن، وهذا أكبر شاهد حاليا في هذه الزمن، في هذه الفترة اللي احنا فيها حاليا. بالضبط بالضبط، يعني والشاعر الفلسطيني وغير أشياء كثير أسماء بصراحة ظلمون حطوهم بالسجون، في أسماء كثير اغتالوهم، ويعني للأسف الشديد. بس آخر نموذج كان عندنا الشهيد عمر بطويل يعني للأسف الشديد. طيب أخي رياض، أنا أظن وصلنا لنهاية الحلقة، بس في عندي صورة أنا حابب أشاركها في ايوه يعني أنا ما لقيت الصورة تبعية الحويني والتاني، بس في عندي صورة تانية حابب أشاركها يعني تؤكد نظرية التطور كمان، بس غير القرود يعني. خلينا نشوفها سوا. هل هناك شبه الخالق الناطق. يعني تؤكد نظرية التطور بشكل اللي ما بيقتنع بنظرية التطور أظن. حلوة حلوة، جميلة جدا هذه. كما Absolutely. قلت الحويني، أنا على كل حال بالحلقة القادمة مع أخي رياض أنا متأكد راح أحضر الصورة تبعت الحويني ونتأكد من ماشي. مسألة نظرية التطور. طيب أخي رياض، أخي كلمة أخيرة بتحب تقولها؟ كالمعتاد أحييك أول شيء على البرنامج، وأحيي المشاهدين وأشكركم على المشاركة، وكالعادة أشجعكم دائما على المطالعة والقراءة، وهذا الكتاب أرجو أنصحكم فيها بالنسبة للذي يستطيع إليه سبيلا، كتاب جميل جدا The Origin of Life، واسم المؤلف سوستاك. هذه فيها أشياء جميلة جدا، علمية قوية بدون حاجة إلى تدخلات من سوبر ناتشرال. فهذه الكتب يا ريت لو كل واحد يقدر من خلال الأمازون أو من خلال اليوتيوب أو من خلال يعني تحصلوا عليها وتقروها وتتثقفوا فيها، وهذا كل ما أطلبه منكم، وتحياتي لكم وإلى حلقات أخرى. أكيد أكيد، وطبعا أخي رياض راح نتفق بعدين على موعد الحلقة، والحلقة القادمة يا أصدقائي راح تكون من بداية بعد الانقراض الديناصورات وعصر الثدييات، خلينا نقول وانتشار الثدييات، وننتقل بالإنسان إلى ما شاء الله مثل ما بقولوا. طب أخي رياض أنا بشكرك كثير 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 على وقتك الرائع اللي عفو. أعطيتنا إياه، بخدمتك وبتشكرك. تفضل. لا، من هالعين بل هالعين عم بقول. العفو العفو العفو، وبتشكركم كثير أصدقائي. وطبعا موعدنا بعد ساعة ونص من هلا مع الأخت القطرية نيكي في الساعة 8 بتوقيت لندن، ساعة ونص تقريبا من هلا. حلقتنا القادمة الحلقة رقم 96 راح تكون مع الملحدة القطرية نيكي. خلوكم معنا، ويا ريت عشان تشاركونا ونشوف التجارب هاي ونسمع تجربة الأخت نيكي. شكرا لك أخي رياض، شكر جزيل جدا 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 لك، العفو. وشكرا جزيلا جدا 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 لكم أصدقائي. تابعونا، إلى اللقاء إلى اللقاء. مع السلامة.